أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. شكرا للقارئ عبد العزيز الخليفي. في كل حفل تعودت اني اقدمه، احاول كثر ما اقدر اني ارتجل الكلمه، وانا جاي من البيت لملتقى سواعد، رشه مطر حلوه، رشه خفيفه، فتذكرت يدي يوم كان يقول في سنه 1934 كانوا اهل الكويت يحبون المطر وينطرون متى يجي المطر، وكانوا دائما يدعون يجيب الله مطر. يتم مطره في اول يوم رمضان، وبعد السلام عليكم، بعد ما ياهم ذاك المطر تم المطر 3 أيام متواصل، انهدم أكثر من 1000 بيت وأكثر من 18,000 واحد تضرر و11 إصابة وحالتين وفاة. بعد ما وقف المطر وانشفت الأرض، كان من المنطق أن كل واحد يعيد يبني بيته من جديد ويشوف اللي خسر ويعيده، لكن أهل الكويت كان يدي يقول ما كانوا يرضون يبنون بيوتهم إلا لما يبني بيت جاره، كان مصر إنه يروح يشوف جاره إيش ناقصه وشنو تضرر عشان يساعده. كانوا يتعازمون منو يبني بيت جاره قبل، كان الفريج يروحون أمهات البيوت كانوا يشوفون شنو زايد عندهم ويوزعونه على هالفريج، كانوا الصبيان يركضون ويكونون ريال واحد ويشمرون عن سواعدهم ويبنون البيوت من جديد. هذول أهل الكويت وهذول أهل الخليج كلهم تربوا على العطاء وتربوا على العز وتربوا دائماً على المبادرة ولا كسوراً بحد. أمس باجتماعي الأخير لملتقى سواعد كنا مع الشباب سيمان العقيلي وزميلي عمر العثمان، فعمر قال لي خبر كان حزين نوعاً ما، فقلت قبل لا أبلش الخبر لازم أوقف وأتكلم. غيب الموت أمس رجل من رجالات العطاء في الكويت، كانت له بصمة واضحة في مجال الإعلام. العم أحمد عبد العال في أحد لقاءاته كان يقول عندما سئل عن نواياه القادمة وبرامجه القادمة قال أنا رهن الإشارة للكويت ولوزارة الإعلام، أي مسؤول يطلب مني أي شيء أنا حاضر. كان دائما معروف بالعطاء، كان دائما معروف بالبذل رحمة الله عليه. في اللقاء اللي شفته كانوا يسألونه يقولوا له متى الإعلام يستريح، متى يتقاعد، فقال أنا أخذت عهد على نفسي وقطعت عهد على نفسي أني ما أتقاعد وتم استمر في البذل والعطاء لين أموت قاعد أمام الكاميرا أو الميكروفون. فرحمة الله
على ابو نبيل العم احمد عبد العال، والله يسكنه فسيح جناته، وهل الكويت من الخير والعطاء تربوا وغيرهم وايد. خلونا نبلش، وقبل لا ابلش التفاته بسيطه، كل الموجودين في مؤتقى سواعد متطوعين، ما ياخذ دينار واحد، من اول مسمى من رئيسهم لين اصغر واحد، اعلاميين ضيوف كلهم الله يعطيهم العافيه اصروا ان يخلون هالعمل تطوعي. ليش؟ عشان يعززون مبدا العطاء، وعشان يعززون مبدا المبادره. فشكرا لهم جميعا، وشكرا لكم على هذا الحضور، وشكرا لاخواننا من اهل الخليج، ومساكم الله بالخير. الكلمة الآن للمنسق العام ورئيس ملتقى سواعد السيد سليمان العقيلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم مبعوث رحمة العالمين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. في البداية نعتذر حق جمهورنا الكريم عن التأخير، كان عندي أمنية مع أعضاء اللجنة المنظمة نبدأ 5:30، بس نقول لكم آسفين، ما شاء الله يعني في ناس كانوا ملتزمين بالموعد، وهذا ما يدل على فعلا على الثقافة اللي عند شبابنا وبناتنا والحضور، إن ما شاء الله قيمة الوقت هو قيمة أساسية في حياته. كذلك إذا أي واحد متطوع راح يعرف إن قيمة الوقت هو قيمة أساسية في حياته. في البداية يعني أرحب في معالي الشيخ الزين الصباح وكيل وزارة الدولة شؤون الشباب، حياك الله، والسادة الحضور والرعاة الكرام، العائلة الكريمة، أبناء عبد الرزاق عبد الحميد الصانع عسى الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، والسادة الحضور الكرام حياكم الله جميعا في ملتقى سواعد الثاني. أنا راح أحاول أختصر بكلمتي، ما راح أتكلم نقول بالنطاق الرسمي، راح أتكلم بالنطاق نقول يعني الشرح كيف بدأت قصة في قصة ملتقى سواعد هذه السنة. احنا راح نتكلم عن بشكل سريع شلون بلشت قصة ملتقى سواعد هذه السنة. الحقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، احنا كان عندنا طموح في فور شباب الكويت اول ما بلشنا العمل 2011، شنو الجديد راح نقدمه حق الشباب والعمل التطوعي. فجت فكرة ملتقى سواعد العام، وقلنا ان نجاحنا هو من قيمة الإيجابية اللي احنا ننطلق منها في فور شباب الكويت، وهو الشراكة المجتمعية. فبلشنا عملنا على اعتبار ان قلنا الخيار الأمثل ان نقيم مثل ملتقى يعني يجمع المجاميع والفرق التطوعية في الكويت، وعملنا إحصائية واستطلاع عن اتجاه شباب الكويت للعمل التطوعي. وصل عدد المؤسسات والمبرات وجمعيات النفع العام في الكويت الى اكثر من 240 جهة، وهذا ما يدل على يعني ان ديرتنا الحمد لله ديرة خير وديرة عطاء وديرة بذل، وتشجع على تقديم المبادرات التطوعية. فمثل ما ذكرنا لكم، الحقيقة الملتقى كخيار او بديل ناجح لتنظيم العمل التطوعي المبادرات التطوعية، كان هدفنا بدرجة كبيرة ان نعزز من قيم رئيسية في العاملين في العمل التطوعي. العام شارك معنا 50 فريق، ومن أبرز إنجازات الملتقى اللي طاف اتفقنا على ميثاق العمل التطوعي، شارك في إعداده أكثر من 800 متطوع اللي حضروا معنا في نفس هذا المكان. منها حددنا شنو القيم الرئيسية للعمل التطوعي، وحدنا فيها بعض المفاهيم وغيرها من هذه الأمور. احنا وضعنا رؤية ل 2015 في ملتقى سواعد ان نوفر قاعدة بيانات لأكثر من 1000 مشروع تطوعي، وإحنا الحمد لله حاليا نوصل الداتا عندنا إلى أكثر من 200 مشروع تطوعي ما بين مبرة ورابطة وفريق، حسابات تويتر والسوشيال ميديا وأرقامهم بياناتهم كلها موجودة معنا. فإحنا هذه طموحنا لـ 2015 نكون قاعدة بيانات لـ 1000 مشروع تطوعي. أيضا رؤيتنا إن شاء الله راح يشاركونا بإذن الله لـ 2015 600 مبادرة تطوعية، لذلك احنا بلشنا هالسنه انه يكون في مبادره ومشاركه من دول مجلس التعاون الخليجي. ايضا من رؤيتنا ل 2015 انه يتطوعون معنا 3000 شاب يدد ما سبق لهم التطوع من قبل، فهذه ايضا من اهدافنا الاستراتيجيه. احنا نطرح مشروع، واتوقع ان شاء الله ام فيصل اكيد حاطين في بالكم في وزاره الدوله شؤون الشباب، من ابرز ازمات او التحديات اللي واجهنا الفرق التطوعيه تبدا بحرف التاء، ازمه تسويق، ازمه تمويل، وازمه تفعيل.
فإحنا نطمح لوجود أو إيجاد صندوق لدعم هذه المبادرات التطوعية. اليوم الفريق قاعد يعاني، أي واحد من الفرق التطوعية الموجودة عشان يسوي إيفنت، يسوي حملة، ياخذ الكم الإداري بس عشان يجمع رعاية وتمويل من جهده وينسى صلب عمله بسبة أنه العائق والعوائق المادية كثيرة. فإحنا نطمح الحقيقة لمثل صندوق لدعم مثل هذه المبادرات الشبابية في المجال التطوعي بإذن الله. إحنا هدفنا هالسنة، إحنا حطينا رؤيتنا 2015 وهدفنا هالسنة 100 فريق تطوعي، شاركوا معنا 120 فريق، 100 من داخل الكويت و20 فريق من برا الكويت. أيضا من أهدافنا مشاركة 1500 مشارك، ما شاء الله اللي وصلوا عندنا في الداتا بالرابط حاليا وصلوا تقريبا حروة الألف، باقي 500 يعني ندخلهم معنا في موضوع معرض سواعد إن شاء الله يكون في ديسمبر القادم. أيضا من أهدافنا في سواعد 2013 تطوع 500 شاب في معرض الفرص التطوعية، راح يكون في مجمع 360 بإذن الله من 5 إلى 7 ديسمبر. ونقول خيار معرض سواعد هو نقول مو احنا العادة في الكويت نسوي معرض الفرص التطوعية الوظيفية، احنا نسوي حاليا إن شاء الله معرض للفرص التطوعية. معاكم تكتمل صورة سواعد، وفعلا يعني ضيوفنا أشكرهم المحاضرين الكرام اللي أبدوا استعدادهم أن يشاركون معنا، فلهم كل شكر وتحية وتقدير. أيضا ضيوفنا في الخليج العربي من عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، نقول لكم حياكم الله في بلدكم الثاني والكويت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات والأهداف المشتركة إن شاء الله للملتقيات القادمة. احنا ودنا ملتقى سواعد هالسنة في الكويت، ممكن السنة الجاية في البحرين، اللي وراها في قطر، ويكون يعني يتم تداوله من دولة إلى أخرى إن شاء الله. مشكورين وايد على تفاعلكم، مشكورين وايد على حضوركم، وأشكر السادة الحضور وأشكر الستاف اللي اشتغلوا معاي في هذا الملتقى، تعبوا معانا الأمانة من شهر 4 وإحنا قاعد نشتغل. أيضا وزارة الدولة شؤون الشباب يعني تعبناهم ويانا مراسلات وايد، لكن أيضا يعني يشكرون على قبولهم للتعاون معنا في تنظيم هذا الملتقى. يعطيكم العافية ومشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يتصور أن أول صعوبة يرفع العلم الأبيض، أقول الطريق أطول من ذلك. يوسف بدخله وياه، يوسف ما يدري على الموضوع، تليته كذي وياي فجأة. يوسف لجناعي متطوع من ذوي الاحتياجات الخاصة، أمانة أنا كنت متردد إيش راح أقول، فشفت يوسف قاعد يصور. يوسف من جروب يس وي كان، سألته سؤال واحد قلت له يوسف عندك شيء مستحيل؟ قال لي لا. الفيديو اللي شفته أنا كنت أعتقد وغيري وايد كانوا يعتقدون أن الأبطال المستحيلين اللي يصنعون الإنجاز هم بس بالبابايات بالرسوم المتحركة، ما في أبطال بالحياة. لكن وأنا قاعد أشوف في أوجه الجمهور كلهم قاعد أشوف في وايد ناس متميزين لهم بصمة واضحة، وفي وايد ناس كانوا يفكرون بشيء اسمه حلم مو ممكن أن يطبق ووصلوا. ما بأذكر أسماء، قاعد أشوف وايد قاعد يضحكون، لكن بقول يعني إذا يسمح لي أبو داود، ناصر العرفج كان عنده فكرة أكاديمية الوطن تطوعية، عدد من الأسماء وايد عندهم فكرة كانت حلم في يوم من الأيام، الحين راح يطلعون وراح تشوفون لياك غيرهم. وايد كان عندهم حلم لكن بإصرار وعزيمة، وفوق هذا ما كانوا يبون شيء ربح مادي، كان كله تطوعي. فشكرا لك يوسف على إصرارك وعلى تطوعك، اشترك بكذا مجموعة بشكل تطوعي، وغير يوسف وايد، في أكثر من يوسف مليون واحد بالمجتمع مصرين وما عندهم مانع إنه يتطوعون، بس يبون الجهة الراعية والجهة اللي تدعمهم. لذلك في كل دعم سادة سميرة، في كل دعم نجد هناك بصمة واضحة، في كل ملتقى نجد رعاة، لكن الشيء الأكيد في مو كل ملتقى نجد وزارة الدولة لشؤون الشباب، ما قصروا في رعاية هذا الملتقى. لذلك شكراً لوزارة الدولة لشؤون الشباب، وشكراً لكل رعاة هذا الملتقى، وشكراً لكل متطوع أصر أنه يثبت حلمه ويحققه في المجتمع. شكراً لكم جميعاً. الكلمة الآن لممثل وزارة الشباب الشيخ زين الصباح، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير.
ما أجمل أن يعمل الإنسان بدافع العطاء وخدمة المجتمع بما هو إيجابي ومفيد، يعمل ليعزز قيمة إيجابية أو ينشر رسالة هادفة أو يخدم في مجاله الذي يتميز به. تتشرف وزارة الدولة لشؤون الشباب اليوم بالمشاركة في هذا الملتقى الرائد الذي يجمع بين 100 فريق تطوعي كويتي و20 فريق تطوعي خليجي يعملون معا لتعزيز قيمة العمل التطوعي وتحفيز الشباب بما يزيد عدد المتطوعين ويستقطب مبادرات تطوعية جديدة. شكرا من القلب لكل العاملين والقائمين على ملتقى سواعد الذي هو مفخرة للكويت، وعلى رأس هذا الهرم الأستاذ سليمان العقيلي وجميع المنظمين الذين بذلوا جهود جبارة في تجهيز هذه الفعالية الكبيرة. ما أخفيكم أن العمل التطوعي هو من أسس تقدم الأمم وازدهارها، واليوم الوطن الواعد يرسم بأيادي شبابية يتكاتفون لتحقيق الانتشار والتأثير الأمثل والإيجابي في المجتمع لهدف تطوير ونشر العمل التطوعي الجماعي. فاليوم أصبحت مجموعة سواعد رمز من رموز التطور الفكري والعمل المجتمعي والتطوع الجماعي. ففي ملتقى سواعد تتناقش ونتناقش ونرى الإنجازات الحقيقية التي يقدمها الشباب الخليجي المبدع. وبالمناسبة نوجه الدعوة لكل الشباب، كل شباب الخليج المعطاء للمشاركة في الملتقيات القادمة لنتمكن من التواصل وتبادل الأفكار والمشاريع التي تخدم مجتمعنا الخليجي. نحن في وزارة الشباب لنا كل الفخر أن نشاهد هذا النجاح، ومن الضرورة أن نساهم في استمرار وتطور هذه الملتقيات المفيدة التي تعود بالنفع لمجتمعنا الخليجي ككل. بوركت سواعدكم وبورك عطاؤكم وبورك هذا الجهاد الجبار، وهذا الجهد فعلا جهاد وجهد جبار. نحن معكم ونشد على أياديكم في استمرار هذه المشاريع الشيقة. بارك الله فيكم يا أخواني، عسى الله يقدركم جميعا على رفع راية شبابنا في كل ساحة وكل مجال له منفعة لوطننا الحبيب. شكرا، جزاكم الله ألف خير. كلمة شكر يجب أن تقال. سليمان العقيلي حياك، وداود هشام الملة حياك. شباب شوفوا لي هشام الملة وينه، حيا. ومساعد إدريس أبو حمد حياك. الأخوان القائمين على ملتقى سواعد راح يكرمون الجهات الراعية لهذا الملتقى، حياكم الله. تبي ناصر العرفة حق الوطن؟ لا. طيب، بداية ممثل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخ الزين الصباح، فلتتفضل. السيد معاذ الرومي من مجموعة تمدين العقارية. والعمل والعلم والتنوير نتحد برواحنا ونقول بالعطاء تحلى الحياة وحنا السعادة الباغنة. البس بشارتنا والطيبة مبنحنا وحدة سواعدنا حياة الأرض والإنسان وحنا بتطوع تكبر سعادتنا. السيد عبد العزيز لضويحي من شركة بنتا للأثاث. أجرنا الرحمن وحدة حنايانا وضحك وسماح إيدنا وحدة وباللي نشتهي تأتي الرياح. إيدنا وحدة ونوايانا مثل
شمس الصباح للوطن. شركة المطوع للاستثمار المالي والعقاري. شمس الصباح لجل النجاح كل ساعة. السيد صقر المعوشرجي من مجموعة المعوشرجي الغذائية. السيد عبد الرحمن المطوع من لجنة مصابيح الهدى. السيد جميل الصانع من مبرة أبناء المرحوم عبد الرزاق الصانع رحمه الله. السيد عوض لصيمع من البنك الإسلامي للتنمية. الحب قوتنا والألفة مبدأنا وحدة سواعدنا لنا طول الزمان. السيد عمر الحوطي من عيادة التسويق. الدكتور سامر أبو رمان من مركز آراء الخليجية. السيد محمد المطيري من شركة نقاط لتصميم المواقع. السيد علي الخياط من شركة دلتا جروب. لجل النجاح كل ساعد ويا ساعد نبض واحد في العروض جيل واعد من سواعد جيل حي على الفلاح. كل ساعد ويا ساعد نبض واحد في العروض جيل واعد من سواعد. السيد محمد سيف الأنصاري من قناة فور شباب. صوت كذا طلع ناصر العربي. شكرا لجريدة الوطن. السيد عبد الله الأيوب من دب أند دب. بس خلصنا على جد. في صورة بس تذكارية لممثلين الفرق يتفضلون إخوان ممثلين الفرق التطوعية لصورة تذكارية. شمس الصباح للوطن كلنا سواعد نتحد لجل النجاح ايدنا وحدة وهوايانا مثل شمس الصباح للوطن كلنا سواعد نتحد لجل النجاح كل ساعد ويا ساعد نبض واحد في العروق جيل واعد من سواعد جيل حي على
نملى هالدنيا عمل مبرور، والمحال بعزمنا ميسور، لما كلنا بغيرنا مشغول مشغول، مجتمعنا يحبنا واشرف رسول يشهد لنا. حاولنا جاهدين في ملتقى سواعد لوطن واعد أن نسلط الضوء أكثر على كل القصص الناجحة تطوعيا، لذلك أصرينا على استقطاب عدد ممن كانت لهم قصص ناجحة تطوعية عشان يطرحون الفكرة أكثر، شلون كانت بدايتهم، شنو قدروا يسوون، وشنو حققوا من أهداف على مدى تاريخ فكرتهم. الورشة الأولى رحبوا معاي بداية بالأستاذة فارعة السقاف. كذلك الأستاذ عبد الكريم الشطي. والأستاذة أميمة العيسى. حياك، تفضل يا دكتور. سادة أميمة، سادة فارع عفوا، بدايتي راح تكون معاك عن قصة نجاح مرت بكفاح. شكرا. سادة فارع، تجربتكم في لوياك تجربة فريدة نوعا ما. انطلاقتكم قبل سنوات عدة انطلقتوا فيها كانت فكرة فريدة بالمجتمع الكويتي، أن نضم مجموعة من الشباب للعمل التطوعي. سأقولهم شنو فكرة لوياك ومن أي منطلق جاءت فكرة لوياك. بيك الوقت، تفضلي. مساء الخير. الحقيقة أنا قلت رح أعمل برزنتيشن شوية مختلفة، لأن الناس دايماً تسأل منين مصدر الفكرة وشلون وما عرفت إيه. اللي أبي أوضحه هنا إن تجربة إن أي عمل تطوعي لا ينفصل عن تجربة الإنسان الشخصية، ولذلك هذه البرزنتيشن أو هذا العرض لكم راح يكون في شيء من الحميمية، راح أطلعكم على حياتي الشخصية. أنا ودي أسأل السادة الحضور، أحد فيكم سأل نفسه في يوم من الأيام هالسؤال، من أنا ولماذا أنا هنا؟ هذا السؤال لو وجهته لأي شخص ممكن يعرف بنفسه، يقول أنا فلان لفلاني، يعرف بوظيفته، يعرف بشغله، يعرف بإنجازاته، يعرف بوطنه. هذا هاي الطريقة اللي يقدر يعرف فيها نفسه. بس هل هو فعلا هذه هي الإجابة الصحيحة لهالسؤال؟ أنا لي علاقة بهالسؤال قديمة من زمان، ولكن ازدادت في سنة 98، بدأ هذا السؤال أكثر إلحاحاً وتصاحب مع مشاعر سلبية، مشاعر نفسية سلبية، مزيج من المشاعر النفسية السلبية، قد تكون غضب، قد تكون إحباط، قد تكون مزيج خليط من كل المشاعر النفسية السلبية. الغريب في الأمر أن هذا السؤال وهذه المشاعر النفسية السلبية جاءت في وقت غريب جداً، لأن في ذاك الوقت 98 كنت وما زلت والحمد لله أقود حياة تكاد تكون مثالية، يعني حياتي الأسرية ناجحة جداً، الزوجية ناجحة جداً، حياتي العملية ناجحة جداً، كل شيء كان بيرفكت على ما يقولون. فلماذا كل هذا؟
لماذا هذا الاستياء ولماذا هذا الغضب ولماذا هذا الإحباط ولماذا هذا الشعور؟ هل هو اكتئاب؟ هل هو غير اكتئاب؟ لماذا هذا السؤال؟ ليش؟ من أنا ولماذا أنا هنا؟ أقعد أكتب فيه. المهم هذا قادني لعملية بحث. في البحث في كتب السلف هيلب وجدت تصنيف لهاي الحالة يسمونها Identity Crisis، بمعنى أزمة الهوية. من أنا ولماذا أنا هنا؟ إذن هناك أزمة هوية. هذه الأزمة أو هذا السؤال قادتني، أو هاي الحالة قادتني إلى حالة أو رحلة للبحث عن الذات. هاي الرحلة سيلف ديسكفري، هاي الرحلة خضتها مع كتاب جداً مهم اسمه The Artist Way حق جوليا كاميرون. هذا الكتاب يدرس، هو مو كتاب، هو كورس يدرس في جامعة نيويورك، يساعد الإنسان أنه يكتشف ذاته ويطلق إبداعاته. من هالكتاب أعطاني تولز معينة، أو لنقول أدوات. هاي الأدوات أقدر أختصرها لكم، ما يسمى بالمورنينج بيجز، اللي هي كتابة 3 صفحات يومياً الصبح، والأفرميشن ستيتمنت اللي هي الجمل الإيجابية اللي تكتبها لنفسك كل يوم، بالإضافة إلى أنا سمحولي The Artist Date اللي هو يوم تختاره في الأسبوع تختلي فيه مع ذاتك، وبعض الخطوات أو الأنشطة اليومية اللي قد تتضمن مثلاً أنك تشتري كانفاس وريش، أو تعمل أي اليوم يقول لك مثلاً روح للمتحف خلافة. المهم انتهت هذه الرحلة بإني بدأت أرسم. في 99 بدأت أرسم، ما كنت أعرف أرسم بالرصاص، صرت أرسم سيدة على الكانفاس. في 99، على نهاية 99 بدأت أكتب مقالات في الصحف. المهم أن هذه الرحلة طلعت منها من الاكتئاب وكانت ناجحة، ولكن لازال هناك تحدي آخر. هذا التحدي اللي كان بانتظاري، رغم أنه ما كان عندي اكتئاب، يعني خلاص طلعت من حالة الاكتئاب، طلعت من هذا كله، ولكن وجدت أمامي تحدي آخر يدفع لرحلة أخرى. هذا التحدي هو أمومتي لبنتي المراهقة نادية. كانت نادية عمرها 13 سنة وقتها. التعامل مع نادية بشكل يومي كونها في مرحلة المراهقة كان يدفعني لأتأرجح في التعامل مع التقلبات الحادة بمزاجها والتمرد مالها، فكان يدفعني للتأرجح حتى في ردود الفعل. مرة نعاقب وبشدة، ومرة ندلل وبشدة، وكثيراً أيضاً، ففي النهاية ننتهي بالفشل، ما عرفنا. المهم دخلت في رحلة أخرى، بحثت في كتب السلف هيلب مرة ثانية، رحلة أخرى. شنو الموضوع؟ الموضوع اللي مسيطر على راسي إن كيف ممكن أن أغير بنتي نادية وأخليها تصير مطيعة لي. هل مسيطر علي؟ How can I change my daughter so that she becomes obedient؟ أوكي، بهذا السؤال رحنا، عرفت هذا السؤال قادني من كتب السلف هيلب مرة ثانية، وأهم كتاب ساعدني لمواجهة نادية وكل المراهقين هو كتاب السيفن هابتس، العادات السبع. السيفن هابتس هذا الكتاب جاوب في أول صفحة، جاوب على سؤالي على طول، قال لي أنت لا تغيرين أحد، أنت يجب من يتغير. فتغير السؤال. شنو صار السؤال؟ صار السؤال How can I change؟ شلون أنا أتغير لأؤثر في من حولي وبالذات بنتي. أوكي. المهم
هذا السؤال قاد ايضا لرحله اسميها او هذا الكتاب اخذني معاه في رحله تغيير الذات اللي اسميها الفيجنري تشينج، وهي انك تقود رحله مع نفسك، انت تبي تغير نفسك. الفيجنري تشينج من اسمها فيجنري يعني هناك رؤيه، جايه من كلمه رؤيه. التغيير المبني على رؤيه يبدا بتغيير صور الذهنيه. احنا كلنا انولدنا معانا صور ذهنيه، صور ذهنيه جايه من موروثنا الثقافي، صور ذهنيه جايه من المجتمع، صور ذهنيه جايه من تربيتنا في البيت، من المجتمع كله، من الخيبات والنكسات العربيه كلها، من كل شيء في صور ذهنيه خلاص ترسخت في مخنا. هذه الصور الذهنيه تسمى بالانجليزي بارادايم. الصور الذهنيه الكلاسيكيه اللي ربينا عليها واللي نشأنا عليها للأسف صور ذهنية سلبية، تعزز عندنا الشعور بالفشل، بالإحباط، بالعجز وغيره. شنو الصور الذهنية الكلاسيكية هذا؟ مثلاً إن الحياة تعب وشقاء، الحياة كلها معاناة ونكد، ويا ويلك إن فرحت. مي فرح الحياة، أنت لازم تتنكد، هاي هي الحياة. زين، هذه من الصور الذهنية اللي اكتسبناها. الصورة الذهنية الأخرى المشاع، العين بالعين والسن بالسن، والناس كلها عميان لو العين بالعين والسن بالسن. أو ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وما أدري شنو نرددها وإحنا مراهقين، رددها ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة والعنف وهكذا. مثلا المرأة سبب شقاء العالم وغيره. كل هذه الصور السلبية تعزز عندنا، أو صور الذهنية تعزز عندنا الشعور بالعجز، بالفشل، بالرغبة بالانتقام، بأشياء كثيرة. لذلك أنا قررت بأن أغير هذه الصور الذهنية الموروثة من المجتمع، وأصنع لنفسي صور ذهنية جديدة. أبي أفرح في الحياة، وأبي أشوف الحياة دائماً فرحة وناسة، حقي. أبي أحط صور ذهنية جديدة غير الصور اللي أعطوني إياها أهلي ومجتمعي وناسي وتاريخي العربي كله. إذن رسمت في البداية صورة لفارعة، رؤية لفارعة. من هي فارعة اللي أبيها؟ أبي فارعة المبادرة. هاي أول شيء كتبت فارعة المبادرة. فارعة المبادرة شنو مواصفاتها؟ تكون بروغريسيف، يعني متجددة، تكون مبدعة، تكون لوفينج، تكون بايونير، تكون فورجيفينج. لازم نسامح، مو العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. نسامح، زين، قدره على التسامح وعلى التعاون، على المشاركه. المهم من هذه الصور الذهنيه استطعت ان احدد معالم الرحله، ومعالم الرحله انبنت على ثلاث محاور. الثلاث محاور هذه: محور الشخصي، المحور العائلي، والمحور المجتمعي. المحور الشخصي كان لازم أمارس مجموعة من الأنشطة، بعضها بشكل يومي وبعضها بشكل أسبوعي. هذه الأنشطة هي بيبي ستيبس وضرورية جداً. عشان كذي أنا أي واحد يقول لي عنده اكتئاب أقول له مارس الرياضة. أول شيء سوي رياضة يروح الاكتئاب مع الوقت. سوي أنشطة صغيرة. أحد الأنشطة هي اليوغا والسبورت والكتابة اليومية. على المستوى طبعاً أنضاف لها هوايات كثيرة ما شاء الله تفجرت مع هالرحلة، غير الرسم، بعدين بتشوفون موسيقى وغيره وما أدري شنو، كل هذا بعد سن البلاش. أوكي. بس بعد سن المراهقة أكيد. المهم، على المستوى العائلي بديت أفهم شنو معنات عائلة وشنو معنات تكريس وقت نوعي للعائلة. العملية هذه جدا مهمة، تروح من إيدنا وإحنا ما ندرك أهمية عائلتنا والوقت النوعي اللي لازم نقضيه مع عائلتنا. فاستحدثت شيء جديد كان على عائلتنا كلها، بإني أنا أقضي وقت one to one يسمونه، وقت منفرد مع والدي. كان والدي كبر بالسن ويعاني من مرض معين الله يرحمه،
فبدأت أنا هاي الخطوة، فبدأوا كل إخواني يأخذون والدي في ديت مع لحالهم، فبدينا بعملية شيء اسمه الوقت النوعي مع العائلة، مع الوالدة، مع الوالد، مع زوجي، مع بنتي، وكل واحد حسب علاقتي فيه يكون الوقت النوعي. المهم على المستوى المجتمعي كان لازم أسوي شيء، فانخرطت في العمل الاجتماعي لأن إلى هالوقت ما كنت أعمل أي عمل مجتمعي، وبالتالي انضميت للعمل الاجتماعي عن طريق الجمعية الثقافية النسائية، وكان تركيز على قضايا المرأة في ذاك الوقت، كانت حقوق المرأة السياسية وغيرها. إذن مع هالموزايك بأن كل هالأشياء موجودة في حياتي، القراءة، الكتابة بشكل يومي، الكوميونيتي، الرسم، البيانو، والهذا كل شيء كان رائع، الموزايك كان جدا رائع. حصل شيء فجأة، هني احنا نتكلم عن سنة 2001. في سنة 2001 وبالذات في سبتمبر 2001 حصل شيء هزني وهز العالم كله، طبعا اكيد تتذكرونه، سبتمبر 11. بعد سبتمبر 11، تداعيات سبتمبر 11 ايضا شيء اخر، صنف العرب بانهم ارهابيين، صنف شبابنا العرب انهم ارهابيين. Arab youth are terrorists. هل